الغزي العربي وتحديدا الشماخ بكل ألوان وأعلام الدول المشاركة، بينتشر في كل مكان وإقبال كبير على شرائه. أنا من سلطنة عمان، فأصلاً هذه كانت فرصة أن نشتري الشماغ، لأن إحنا كزي رسمي ما عندنا الشماغ، عندنا الكمة وعندنا المصر اللي هي العمامة نسميها. فهذه فرصة طيبة أن نشوف كذا يعني ابتكارات جديدة للشماغات في المونديال، وقلنا أن نستغل الفرصة ونأخذ لنا كم تذكار. تشجع مين في المنتخبات المشاركة وجاي تشتري شماغ إيه؟ والله أنا قلبي مع الفرق العربية كلها، أتمنى التوفيق. للأسف قطر يعني خرجت، لكن السعودية فرصها كبيرة، المغرب أيضا ما شاء الله أمس بيض الوجه، وتونس أيضا لها فرصة وإن شاء الله تشد حيلها. فكل تمنياتنا بالتوفيق للفرق العربية. والله صراحة تجربة حلوة أن أشوف أجانب يلبسون القطر القطرية والقطر العربية، وشعور حلو أن تشوف العالم كله موجود هنا في الدوحة ولابسين لبس العربي. شفت واجد من جنوب أمريكا، من البرازيل والمكسيك، من المكسيك والبرازيل يلبسون اللبس العربي، وهذا شيء يعطينا انطباع حلو ان مستقبل جميل هنا بيكون في الدول العربيه. هذا شيء وايد مهم لان نشر ثقافتنا عندهم. انا قاعد احضر كل الملاعب، هم شايفين، مش اول بدايه البطوله كان شيء غريب ان يشوفون الثوب كامل يعني الدشداشه والشماغ وكذي، فالحين نفس ما تشوفون كل الناس قاعد تلبس على اعلام الدول، يعني علم الدوله قاعد يقلبها شماغ، واحنا نفتخر بهالكلام طبعا انه ينشر ثقافتنا عندهم. قول لي اي المنتخبات في اقبال كبير على شراء الشماغ باعلام والوان الدوله دي؟ البرازيليين والارجنتينيين والمكسيك كمان، هذيل ما شاء الله منتشرين بقوه يعني، واحنا نعلمهم شلون يلبسون الشماغ ونسوي لهم النسفه، احنا نسميها النسفه، فهذا شيء احنا نفتخر فيه طبعا. قول لي رايك كيف الفكره؟ ما أقول لك، أهما بداية البطولة شافوا أن إحنا دولة خليجية، فحتى مباريات أوروبية يشوفون الشماغ متواجد والدجاج، فهم يسألوننا أن هذا الثوب الرسمي، ويسألوننا وين يشترون منه الجود كواليتي عشان ينبسطوا معانا يعني. شايف أن الأسعار مناسبة بالنسبة للأجانب؟ إيه طبعا في أسعار، هو يختلف سعره من الكواليتي يعني، على حسب، في أسعار بسيطة جدا وفي كل شيء متواجد يعني.